ونحن مجموعة نساء في مدينة أرمنات قررنا أن نحط ظروف معيشتنا ونشتغل، في منا أرامل وفي منا فقراء وما معي قوت عيال، فقررنا أنه نعمل بيت، نشتغل ببيت المونة ونعمل بيت مونة في أرمنات. صرنا نشتري من برا المواد ونساويها هون، يعني ونبيعها يعني بأسعار أنه شوي تأمننا حياة فرص عمل يعني. والحمد لله صرنا نعمل مثل دبس بندارة، دبس رمان، فليفلة يعني فليفلة حمراء، فليفلة مطحونة، وكبيس مخللات، وكل أنواع اللي بيحتاج فيه البيت يعني من كل شيء، وخاصة الطبخ برا مثلا، في منا مثلا ما خرج موظفين، في منا شيء أمنوا طلب ألمنا طلبات اللي هون بالشغل وبالعمل. والله حاليا 4 أشخاص يعني بنشتغل احيانا، انه في احيانا بنشتغل احيانا ما بيكون في عندنا مثلا شغل بسيط يعني حسب الطلبيات حسب الشغل. Thank you.